بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن تم الانتهاء من دراسة المجموعة الأولى والمجموعة الثانية للشقوق القاعدية، هنتكلم النهاردة عن المجموعة الثالثة للشقوق القاعدية. هذه المجموعة بنسميها مجموعة هيدروكسيد الأمونيوم، بنسميها مجموعة هيدروكسيد الأمونيوم. خلاص يا شباب، أملاح أو تضم هذه المجموعة الفلزات التي تترسب، احنا قلنا تترسب في صورة هيدروكسيدات، بتبقى شحيحة الذوبان في المية عند إضافة هيدروكسيد الأمونيوم إلى محاليلها في كلوريد الأمونيوم. هناخد من أمثلة هذه المجموعة أملاح الألمونيوم، أملاح الحديد، وأملاح الكروم. هنبدأ أولا بأملاح الألمونيوم. الألمونيوم AL والتكافؤ بتاعه ثلاثي. هنبدأ بمحلول الملح، التجربة بتاعتنا في وجود الكاشف بتاع المجموعة. الكاشف المجموعة يا شباب هيدروكسيد الأمونيوم في وجود كلوريد الأمونيوم، هيدروكسيد الأمونيوم في وجود كلوريد الأمونيوم، على طول بيعطي راسب أبيض جيلاتيني من هيدروكسيد الألمونيوم. عايزك تلاحظ وتخلي بالك في أملاح هذه المجموعة عشان بتدي معانا رواسب أبيض، ساعات بتكون خفيفة جدا ممكن ما بتقدرش تلاحظها، فنخلي بالنا كويس. فبيتكون راسب أبيض جيلاتيني عبارة عن هيدروكسيد الألمونيوم، لا يذوب في زيادة من العامل المرسب اللي هو عبارة عن مين؟ هيدروكسيد الأمونيوم. تاني، أدي المثال بتاعنا اللي احنا واخدين المثال بتاعنا كبريتات الألمونيوم. في وجود الكاشف بتاع المجموعة هيدروكسيد الأمونيوم في وجود كلوريد الأمونيوم، فبيتكون راسب أبيض جيلاتيني، هذا الراسب عبارة عن هيدروكسيد الألمونيوم. التجربة الثانية، محلول الملح مع محلول هيدروكسيد الصوديوم، برضو بيتكون راسب أبيض جيلاتيني من هيدروكسيد الألمونيوم، لكنه في هذه الحالة بيذوب في زيادة من المرسب بتاعنا اللي هو هيدروكسيد الصوديوم، هيكون حاجة اسمها ألومينات الصوديوم. ادي الكبريتات الالومنيوم اهو المثال اللي احنا واخدينه في وجود هيدروكسيد الصوديوم، فعلى طول بيتكون راسب ابيض جيلاتيني من هيدروكسيد الالومنيوم. لو جيت خدته في زياده من هيدروكسيد الصوديوم على طول هيذوب ويكون الومينات الصوديوم. طيب التجربة اللي بعد كده، محلول الملح مع محلول فوسفات الصوديوم، بيتكون برضو راسب ابيض جيلاتيني من فوسفات الالومنيوم. ادي المثال كبريتات الالومنيوم في وجود فوسفات الصوديوم، على طول بيتكون راسب ابيض جيلاتيني عبارة عن فوسفات الالومنيوم. هندرس كمان من املاح هذه المجموعة املاح الحديدوز اللي هو الحديد الثنائي Fe+2، Fe+2 التكافؤ بتاعه ثنائي. خلاص، الملح املاح الحديد اللي هو الحديد الثنائي. اول حاجة مع الكاشف بتاع المجموعة باخد محلول الملح بتاعي مع الكاشف اللي هو هيدروكسيد الامونيوم في وجود كلوريد الامونيوم، فبيتكون راسب اخضر فاتح عبارة عن هيدروكسيد الحديدوز، عبارة عن هيدروكسيد الحديدوز. طبعا عندما يتعرض للاكسجين بتاع الجو يتأكسد ويتحول الى هيدروكسيد الحديديك البني، اكسيد الحديديك البني. هذا المثال اللي احنا واخدينه كبريتات الحديدوز. خلاص، في وجود الكاشف بتاع المجموعة هيدروكسيد الأمونيوم في وجود كلوريد الأمونيوم، فبيديني راسب أخضر فاتح عبارة عن هيدروكسيد الحديدوز. طيب التجربة اللي بعد كده، محلول الملح مع محلول هيدروكسيد الصوديوم، فبيتكون راسب برضو أخضر فاتح من هيدروكسيد الحديدوز اللي هو ده يا شباب، وهذا الراسب لا يذوب في زيادة من المرسب اللي هو هيدروكسيد الصوديوم. ادي المثال اللي احنا واخدينه كبريتات الحديدوز في وجود ال NaOH هيدروكسيد الصوديوم، فعلى طول بيتكون راسب اخضر فاتح عبارة عن هيدروكسيد الحديدوز. طيب التجربة اللي بعد كده، تابع برضو أملاح الحديدوز. التجربة اللي بعد كده مع ثايوسيانات البوتاسيوم، مفيش أي تفاعل بيحدث. التجربة اللي بعد كده مع حديدي سيانيد البوتاسيوم، حديدي خلي بالك كان قبل كده حديده، خلاص في المجموعة اللي قبل كده. فهذا التفاعل بيعطي راسب أزرق غامق، راسب أزرق غامق عبارة عن حديدي سيانيد الحديدوز. ادي كبريتات الحديدوز اللي احنا واخدينها مع الكاشف بتاعنا حديدي سيانيد البوتاسيوم، فيديني راسب ازرق غامق، هذا الراسب عبارة عن حديدي سيانيد الحديدوز.
طيب كمان هندرس من هذه المجموعة أملاح الحديديك اللي هو الحديد الثلاثي، يبقى الحديد الثنائي اسمه حديدوز، الحديد الثلاثي اسمه حديديك، Fe زائد 3. خلاص يا شباب، أول تجربة مع الكاشف بتاع المجموعة محلول الملح أهو FeCl3، احنا واخدين كلوريد الحديديك في وجود الكاشف بتاع المجموعة هيدروكسيد الأمونيوم أهو، في وجود كلوريد الأمونيوم فبيديني راسب بني جيلاتيني عبارة عن هيدروكسيد الحديديك، هيدروكسيد الحديديك. التجربة اللي بعد كده بناخد محلول الملح مع محلول هيدروكسيد الصوديوم فبيتكون راسب بني جيلاتيني عبارة عن هيدروكسيد الحديديك، هذا الراسب لا يذوب في زيادة من العامل المرسب اللي هو هيدروكسيد الصوديوم أهو، الـ FeCl3 كلوريد الحديديك في وجود هيدروكسيد الصوديوم على طول بيديني راسب بني جيلاتيني، هذا الراسب عبارة عن هيدروكسيد الحديديك، ولو جيت ضفت زيادة من الـ NOH لا يذوب هذا الراسب. طيب التجربة اللي بعد كده محلول الملح مع صيوسيانات البوتاسيوم، طبعا بيتكون لون أحمر دموي من صيوسيانات الحديديك اللي هو ده يا شباب، ده الراسب المتكون معانا. طبعا ده المثال اللي احنا واخدينه كلوريد الحديديك مع صيوسيانات البوتاسيوم، فعلى طول بيديني راسب أحمر دموي من صيوسيانات الحديديك. التجربة اللي بعد كده محلول الملح مع حديدو سيانيد البوتاسيوم، بيتكون راسب أزرق كثيف اللي هو بنسميه أزرق بروسيا من حديدو سيانيد الحديديك، حديدو سيانيد الحديديك. أدي المثال اللي احنا واخدينه كلوريد الحديديك في وجود الحديدو سيانيد البوتاسيوم فيتكون راسب أزرق غامق اللي هو عبارة عن حديدو سيانيد الحديديك. هندرس كمان من أملاح هذه المجموعة أملاح الكروم CR والتكافؤ بتاعه ثلاثي. أول حاجة مع الكاشف بتاع المجموعة محلول الملح مع محلول هيدروكسيد الأمونيوم في وجود كلوريد الأمونيوم فبيتكون راسب أخضر رمادي جيلاتيني من هيدروكسيد الكروم أهو، أدي كلوريد الكروم اللي احنا واخدينه مع الكاشف بتاع المجموعة هيدروكسيد الأمونيوم في وجود قطرات من كلوريد الأمونيوم فيتكون راسب أخضر جيلاتين رمادي من هيدروكسيد الكروم. التجربة اللي بعد كده محلول الملح مع محلول هيدروكسيد الصوديوم فيتكون راسب أخضر يذوب في زيادة من العامل المرسب، يعني في وجود زيادة من هيدروكسيد الصوديوم هذا الراسب الأخضر سوف يذوب مكونا محلول اخضر اللي هو عباره عن كروميت الصوديوم، كروميت الصوديوم. ادي التجربه بتاعتنا يا شباب، ادي في وجود محلول ال NOH فاحنا قلنا بيتكون راسب اخضر، هذا الراسب عباره عن هيدروكسيد الكروم. طب لو جيت زودت زياده منه في من ال NOH على طول هيديني محلول اخضر عباره عن كروميت الصوديوم. التجربه اللي بعد كده محلول الملح مع فوسفات الصوديوم بيتكون راسب أخضر من فوسفات الكروم أهو، المثال بتاعنا في وجود فوسفات الصوديوم على طول هيتكون راسب أخضر من فوسفات الكروم.